بعيداً عن لغة السلاح، يحاول علي عارف أن يكون بطلاً في الفنون القتالية للعبة الكاراتيه الشهيرة التي يقول إن دخوله عالمها للتدريب بغرض الدفاع عن النفس وفق الأسس والأخلاقيات التي يتلقاها منذ عامين في نادي شمسان الرياضي. لازم يكون خلاق محترم وادب، مو كل ابن ما ابشي خلاق، مو حدا ما يدخل النادي يعرف الكلمات، حتى مو كل نادي يقول كلمة أوس كلمة تحية الكاراتيه اليابان. في بلد انتشر فيه استخدام السلاح كان لابد من استرجاع الأنشطة الرياضية كهذه اللعبة التي تقوم بشكل إيجابي على التجرد من السلاح. كاراتيه ذات مجال علمي شوتوكان، فالكاراتيه معناته هي اليد الخالية من السلاح. تتميز كذلك هذه في جذب الشباب والبراعم والأشبال والناشئين والشباب لحكم أدائها القوي وميزتها عن الألعاب الأخرى بأنها تمارس في اليد والقدم، وتعتبر سلاح الشخص نفسه بالدفاع عن النفس. استقطاب اليافعين لتدريبهم وتشجيعهم على ممارسة الرياضة في نادي شمسان العريق هو ما تسعى إليه مؤسسة وجود لرفع نسبة الوعي الرياضي والثقافي لدى فئة الناشئين في المجتمع. التكتل الشبابي دائما ما يدعم الشباب ويرفع من قدراتهم، واحنا كبداية حبينا ان احنا نشتغل على موضوع كمان الرياضة ونشجع النوادي كونها هي تعد من الاماكن اللي دائما الشباب لابد يكونوا متواجدين فيها، ونسهم كمان من ان الشباب هذول نحمسهم في انهم يستمروا حتى يوصلوا لمراكز كويسة، اضافة الى نادي شمسان نادي عريق. بمثل هذه الأنشطة يلتقي الجانب الأخلاقي بالرياضي، حيث يحاول أبناء العاصمة المؤقتة تجاوز آثار الحرب والعودة للحياة الطبيعية التي تحفز فيهم الروح الرياضية واستثمار الوقت وإبعادهم عن الجماعات المتطرفة. مروة السيد، قناة بلقيس، عدن.